كل المدة دي؟ معلش. ولا حتى التليفون؟ ما قدرتش. طبعا المدام خليتك تنساني. ممكن تنسيها؟ ما اقدرش. وحشتني، وحشتني قوي يا حسام. انت اكتر. احلف. وغلاوتك. وصلت امتى؟ امبارح. وقدرت تستنى؟ غصب عني. اتصالحتوا؟ احنا مش متفقين. حسام انا فعلا بحبك قوي وبغير عليك غصب عني. الا من نوع. يا ترى بقى فكرت فيا وانت؟ طب ايه رايك بقى؟ مش هخليك تروح النهارده، هتفضل قاعد معايا لحد بكره. ماشي. لا بيرد في الشركه ولا على الموبايل. تقدري تقولي لي راح فين؟ مش كده يا طنط نهى، ما هي حاجه تجنن. ما تنسيش ان انكل حسام ساب الشركه تضرب تقلب وسافر لنا، واكيد في شغل متاخر وعملاء ومقابلات. الساعه بقت 10 وهو خارج من الصبح. اهدي يا طنط نهى، مش كده. اوعي تفضلي بحالتك دي لما يجي، لحسن هيقول انك بتشكي فيه تاني. حاضر حاضر يا ستي، هبتسم وابقى بارده. بعد اللي عملته معايا سوسن في المكتب لازم هرجع الشركه تاني. وبعدين انت مصره يعني تعملي لي مشاكل؟ ليه مشاكل؟ هي المدام كان شرطها انك تمشيني من الشركه ولا ايه؟ المدام لا اشترطت ولا اتكلمت. خلاص مدام ما اشترطتش يا جوزي يا حبيبي، يعني لازم ارجع الشركه علشان احط سوسن واخوها في مكانهم الصحيح. انت رايح فين؟ هاخد دش. الساعة بقت 10:30 ولازم اروح. لا ما انا مش هسيبك تروح. ما ينفعش يا هبه. ماليش دعوة بقى. وبعدين معاكي يعني اذنك. على فكرة بقى انت اللي دايما تنسى ان انا مراتك، وانك وحشني قوي بقالك مدة. وبعدين انا ما ينفعش اقعد لوحدي كل المدة دي، انا لسه صغننة. الست نوع هي المفروض تقعد لوحدها مش انا، ولا فاكرني قد كده؟ ايوه انا اللي صغننة يا كوتي حبيبي، ومحتاجة ونسة جنبي. على فكرة انا هزعل منك بجد لو جبت سيرة نوع، ومرة تانية مانيش عايزك تجيب الشغل، فاهمة ولا لأ؟ تمام يا فندم. طب وبعدين بقى؟ أنا هفضل قاعدة في البيت لوحدي لغاية ظلمه؟ ممكن تسيبيني علشان أكمل حمى؟ من البيت. الساعة بقت 11. أهو بوسي، اوعي تتخانقي معايا. أنا طالبة. مساء النور. تعبانه قوي النهارده انا. لا سلامتك الف سلام. مقابلات وعملاء وعشاء عمل، كان يوم مرهق جدا. يا خساره. يا خساره ايه؟ اصلي ما اتعشتش وقلت نتعشى سوا. معلش بقى حبيبتي، لو تحبي اقعد معاكي لحد ما تخلصي عشاء انا مستعد. لا 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 مفيش ده. مش هتطلعي تنامي؟ اه
حاجة مضايقاكي؟ أنت عايزة تقولي إيه؟ بس ما تزعلش مني. قولي. أوعى تستغل إن أنا سامحتك ويحصل. انا قلت لك اوعى تزعل مني، اصل انا بحبك قوي يا حسام وخايفه اللي حصل يحصل تاني. وبعدين يا نوح؟ خلاص حقك عليا. لا يا حبيبتي، حقك انت عليا. سامحيني حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة سناء عبد السلام سليمان بأحالة أوراقها لفضيلة المفتي. كانت قصدي، والله العظيم ما كان قصدي، هو اللي قتلني، هو اللي قتلني مش أنا. ما كانش قصدي، ما كانش قصدي، ما كانش قصدي. حرام عليكم، حرام عليكم، ما كانش قصدي. هو اللي قتلني، هو اللي قتلني، هو.